السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك إن شاء الله غنبداو درس حساب التكامل. دونك درس جد بسيط سهل جدا وممتع، يعني غتمتعوا مزيان معايا في هذا الدرس. أوكي، غير ركزوا معايا شوية وغتفهموا. بيان سيغ هذا الدرس جديد عليكم، ولكن إن شاء الله غتوفقوا باش تفهموا. أوكي بيان، دونك باش منطولش عليكم نبداو على بركة الله. أول فقرة غنتعرفوا على، أول فقرة غنتعرفوا على تكامل دالة متصل. من قبل نعطيكم واحد المقدمة بسيطة على درس التكامل. اوكي دونك درس التكامل، دونك دير واحد المليان. اوكي صافا، ناخذ واحد المجال مغلوق ا بي، او لو واحد القطعه من الضغوات اغر، يعني من محور الافاصيل، وغناخذ واحد الفونكسيون تكون متصله على هذه القطعه ا بي. باغ اكزومبل ناخذها كوم سا. اوكي بيان، دونك لاحظوا معايا مزيان. انا بيان سي والله رسمت مثلا هذا المستقيم العمودي المعادله ديالو إيكغيك، أو في هذه الحالة بيان سيغ إكس هو اللي ثابت. دونك إكس كيساوي أ أو إكس كيساوي بي، إكس كيساوي بي. أوكي بيان، دونك هذا بيان سيغ هو منحنى دالة سيلو إف، لا كو دو لا فونكسيون إف. أوكي بيان، دونك أنا بغيتك تحسب لي هاد السيرفاس، هاد ماشي بيان سيغ سيرفاس مي غنقولو لا لاغ، يعني وهاد المساحة هادي. اوكي بغيتك تحسب لي هاد المساحة. دونك من بعد نقول لكم شنو الفرق ما بين سيرفاس وما بين اغ، دونك لاغ والسيرفاس. اوكي دونك انا بغيت هاد المساحة هادي، هاد المساحة اللي محصورة ما بين محور الافاصيل ومنحنى الدالة اف، و المستقيمين ذو المعادلتين، او المستقيمين ذو المعادلة اكس كتساوي ا و اكس كتساوي بي. بيان، دونك هادي بيان سيغ بغيتكم تحسبو ليا المساحة. بيان، دونك شنو كنا كنعرفو باغ اكزومبل فاش كنقول لا صوم ديال مثلا اي كتساوي صفر مثلا جيسكا ان ديال اي مثلا، هي مثلا صفر زائد واحد زائد اثنان زائد، وكنبقاو غادا حتى الان. يعني هاد النوطاسيون هادي، هاد لا صوم، هاد سيغما كنديروها لشي حاجة لي كتكون ديسكونتيني، يعني متقطعة تو سامبلومون ديسكونتيني. مي هنا بيان سيغ فاش غنقول لك كندويلك على المساحة، كندويلك على شي حاجة كونتيني يعني متصلة. اوكي اولا مستمرة، شي حاجة متصلة اولا مستمرة، يعني كندويلك مثلا على المساحة. يعني انا فاش بغيت ندير المساحة هنا ميمكنش لي نحسبها بهاد لاصون. مي جاو لجأو هاد التكامل، التكامل بيان سيغ صوم كتكتب بحال هكا، يعني جمع. اوكي يعني مجموع، تو سامبلومون انا كنشد هاد اس وكندير لها كومسا، يعني هاد اس كندير لها بحال هكا وكنطولها. دونك هذا هو شعار التكامل. بيان، كنتمنى يعني تكونوا فهمتوا معايا شويه. تو سامبلومون التكامل شنو الدور ديالو؟ هو انه كيحسب لي شي حاجه متصله، يعني ما نقدرش هادي كتحسب لي شي حاجه متقطعه، هادي كتحسب لي شي حاجه متصله. باش نفهموا مزيان نعطيو تعريف. اوكي تعريف، بيان سيغ هاد التعريف عرفوا ليا بيان سيغ التكامل. اوكي يعني باش كنقول تعريف ها باش عرفوا ليا التكامل دونك نعرفوا عليه. دونك لتكون اف دالة متصلة على القطعة او على المجال المغلوق ا بي، قطعة ولا مجال بحال دونك على المجال ا بي، و غروند اف، غروند اف يعني اف كبيرة دالتها الأصلية. دونك شنو تكون كتبان، دونك غروند اف دالتها الأصلية. دونك بيان سيغ قلنا أي دالة متصلة تقبل ما لا نهاية من الدوال الأصلية. دونك أنا بغيت غير وحدة، غناخد هاد غروند اف، بغيت غير وحدة كيف ما كانت. أوكي يعني كيف ما كانت ديال، دونك شوف معايا اف دو بي ناقص اف دو ا هو تكامل، اسمعني، تكامل اف من
A إلى B ونرمز له ب الرمز ديالنا. شنو هو الرمز؟ بسيط، شوف معايا تو سامبلومون كنديرو هذا الرمز، يعني اللي قلت لكم ديال هاد اس كنجبدوها بحال هكا. هنا لتحت كنديرو ا العدد الصغير ديال المجال، وهنا بي ديال اف دو اكس دي دو اكس ديال. دونك انا نفهمكم شنو كتعني دي دو اكس، كتساوي تو سامبلومون كنديرو هاد النوتاسيون، كندير ما بين جوج ديال المعطوفات اف دو اكس، يعني الداله الاصليه ديال بوتيت اف، اوكي، ما بين ا و بي. دونك نفس الترتيب اللي كان هنا كنعاود نكتبو هنا، يعني على يمين المعطوفه الثانيه. دونك هادي كتساوي اف دو بي ناقص اف دو ا، هادشي حسب التعريف ديال. دونك هادشي تعريف ديال. دونك شنو هي دي دو اكس؟ دي دو اكس تو سامبلومون هي واحد التغير اللي بسيط في اكس. تو سامبلومون دي دو اكس هي شي حاجه صغيره بزاف، اوكي. كنا كنديرو دلتا اكس مثلا، هي مثلا هي اكس 1 ناقص اكس 2، هنا كندوي على شي حاجه شويه كبيره، مي هادي دي دو اكس شي حاجه اللي صغيره بزاف، اوكي. يعني شوف معايا باش تفهم البرانسيب او المبدا اللي كيخدم به الانتيغرال. هاد دي دو اكس ياك، دي دو اكس هي هادي، اف دو اكس هي هادي، متفقين؟ هاهي اف دو اكس. شوف معايا غناخد واحد القطعه صغيره دي دو اكس ياك، وها هو اف دو اكس. دونك غيعطيني هاد المستقيم او المستطيل هذا، هاد المستطيل هذا، متفقين؟ دونك الا بغيت انا مثلا يعني المساحه ديال هاد الحيز كامل، دونك تو سامبلومون كنجمع جميع المستطيلات، مثلا ها هي واحد اخر كومسا، اوكي، كنجمعهم مثلا تا هو دي دو اكس، يعني دي دو اكس صغيره واحد التغير صغير، وكنضربو في الصوره اف دو اكس تو سامبلومون. هذا هو المعنى، يعني حيت لان فاش كندوي على مستطيل بيان سيغ المساحه ديال المستطيل هو الطول في العرض، اوكي. دونك باغ اكزومبل هذا هو الطول ديالو مثلا، الطول مثلا رمز لي بي ال مثلا، ومثلا هنا ال، وهنا اش مثلا العرض ديالو هو اش. دونك هذا مستطيل، دونك بغيت مساحه المستطيل، دونك كندير لاغ، لاغ يعني كتعني اغ، دونك درت ا جوج مرات، اغ يعني كنعني بها مساحه، اوكي. دونك مساحه ديال مستطيل يعني ريكتانغل، ريكتانغل هو مستطيل. دونك تو سامبلومون شنو كدير؟ كدير الطول في العرض، يعني ال في اش، يعني مساحه مستطيل هو او لا هي مساحه بيان سيغ هي الطول في الارض. دونك تو سامبلومون حيت علاش؟ حيت المستطيل ساهل نحسبو المساحه ديالو، ولكن دير لكم صا هاد الشكل هذا صعيب. دونك هذاك الشيء علاش كنلجؤوا لهاد المستطيلات اللي صغار، العرض ديالهم هما دي دو اكس والطول ديالهم هو اف دو اكس، يعني هاد المسافه راه هي اف دو اكس، اوكي. مثلا هاد المسافه راه هي اف دو اكس، اوكي. بيان، دونك هذا هو المعنى ديال بيان سيغ ديال الانتيغرال. ونقول ان وهاد القيمه هادي مثلا هادي و الانتيغرال ا بي اف دو اكس دي دو اكس يسمى تكامل من ا الى بي ل اف، اوكي، ل اف، او نسمي ايضا مجموع هنا بيان سيغ غنديرو اف باسكو يعني مجموع، غنديرو هادشي اللي داخل اف دو اكس دي دو اكس، يعني هادي مجرد مساحة ديال واحد المستطيل صغيور، مجموع ديال هاد المساحات الصغار ديال هاد المستطيلات، مجموع مساحة المستطيلات منين؟ من ا الى بي تو سامبل. بيان، دونك نعطي شي مثال باش تفهمو بيان سيغ هاد هادشي، يعني بسيط بزاف، راه ماشي شي حاجه صعيبه. بيان سيغ دابا مع جديد بغا يجيكم صعيب شويه، مي راه ساهل، اوكي. دونك مثال بايزون، خديت مثلا اف دو اكس كتساوي واحد على اكس، اوكي، و ا بي مازال ا بي غناخدو مثلا هو مثلا
par exemple واحد E مثلا واحد E أوكي. لدينا الدالة الأصلية لي لي اف هي غوند اف دو اكس كتكتب على شكل الان دو اكس وغنزيد واحد الكونستانت زائد سي حيت يعني مجموعه الدول الاصليه. علاش بالضبط هاد السي ماشي مشكل؟ اوكي غنفهمو دابا علاش. يعني هاد السي نقدر ما نكتبهاش دابا والانتيغرال كيبقى صحيح 100%. علاش غنفهمو علاش؟ اذا تفقين؟ بيان دونك اذا شنو غيساوي ليا تكامل من ا الى ب ديال اش ديال ان سوغ اكس ديالو اكس تو سامبلومون مباشرة ما بين معطوفتين غنكتبو الدالة الأصلية اللي هي الألان دو اكس. غنوريكم دابا علاش كونستانت ماشي مشكل نديروها ولا ما نديروهاش ماشي مشكل زائد سي ما بين ا و بي. شنو كندير؟ كنحسب كنعوض هاد القيمة ببي وكندير ناقص وكنعوض بأ. يعني كندير ما بين قوسين ناقص وكنعوض بأ تو سامبلومون. يعني غنعوض دابا ببي لعوضت ببي غتعطيني الألان في هاد الحالة بي شحال كيساوي قلنا هو أ نديرها مباشرة و أ شحال كيساوي واحد وي ولا واحد بيان دونك هنا واحد وهنا أ. بيان سيغ قبل ما ندير هادشي راه خصنا نرد البال هاد المجال اللي خديت خاص تكون اف متصلة فيه. إذا ما كانتش متصلة راه رد البال اتونسيون بيان الألان ديال بي ديال هذا ديال بي اللي هو أ في هاد الحالة ديال أ أ راه بيان سيغ عرفناه هو ليكس أو أوكي زائد سي زائد ثابت السي ناقص وهنا غنعوض ب ب ب ب أ أ في هاد الحالة هي واحد يعني الألان ديال واحد زائد سي متفقين بيان. دونك لاحظوا معايا مزيان الألان ديال أ هي واحد زائد سي ناقص الألان ديال واحد يعني ناقص صفر ناقص سي أصلا وقع الثابتة تختزلات دونك الثابتة غتمشي غيبقى ليا التكامل كيساوي واحد بيان. دونك هذا بيان سيغ مثال بسيط. نعطيو شي مثال آخر باش يعني نضبطو هاد الأمور فريمون فاسيل. كطبق غير لا ديفينيسيون وكتحسب شنو خاصها تكون ضابط تكون ضابط درس أ كوا الدول الأصلية بيان. الدول الأصلية بيان سيغ راه مهمين. هنا قلت لكم بالنسبة للكونستانت ماشي مشكل اوكي تقدر ما تبقاش دير لي كونستانت في التكامل في التكامل فقط. اما فاش كيقول لك عطيني الدالة الأصلية هذه حاجة أخرى ضروري غتكتب الكونستانت ولكن ما كانتش الدالة الأصلية قال لك التكامل كتستعمل يعني غير الألين دو الكونستانت ما كتعتبرش حيت كتختزل في الأخير اوكي. باغ إكزومبل نعطيك مثلا اف دو إكس كتساوي مثلا باغ إكزومبل إكس أس إثنان في ليكسبونسيال إكس أس تلاتة متفقين؟ و أ بي غنعطيلك مثلا حسب التكامل على أ بي مثلا أحسب تكامل إف على مجال أ بي. أ بي غناخدو مثلا باغ إكزومبل صفر إثنان مثلا صفر إثنان باغ إكزومبل. دونك شنو هو أصعب مرحلة غنواجهها في التكامل؟ هو نقلبو على الدالة الأصلية صافي. هذا هو أصعب مرحلة غتواجهها في التكامل. أن فوا كتلقى الدالة الأصلية الانتيغرال كيكون ساهل وبزاف حيت الدالة الأصلية كتحسب مباشرة كتعوض وكتحسب مباشرة. دونك لاحظوا معايا مزيان تسنيه الدالة الأصلية ديال هادي أوكي. دونك لاحظوا معايا مزيان إكس أس إثنان في ليكسبونسيال إكس أس ثلاثة غتشوفوا واحد الحاجة بيان سيغ غتبان لكم إكس أس إثنان عندها علاقة مع إكس أس ثلاثة حيت درنا إكس أس ثلاثة بخيم يعني الاشتقاق ديال اكس اس 3 هو 3 اكس اس 2 بيان. دونك يعني اف دو اكس شوف معايا اف دو اكس شنو كتساوي ليا. دونك غندير 3 نقسم على 3 يعني غنزيد ونقص يعني 1 على 3 في 3 تفقين اكس اس 2 في ليكسبونسيال اكس اس 3. وحنا عارفين بان الاشتقاق ديال ليكسبونسيال ديال اف دو اكس شنو كيساوي ليا كيساوي ليا اف بريم بيان سيغ هادشي بريم كيساوي ليا اف بريم دو اكس في ليكسبونسيال ديال اف دو اكس وي ولا بيان. يعني كندير الاشتقاق ديال الداخل وليكسبونسيال كنخليه كيف ما هو كنعاود نحطو اوكي بيان. دونك واش كيبان لكم شي علاقه مع هادي؟ وي في هاد الحاله اف دو اكس غتبان لنا هي اكس اس 3 ماشي خليو هادشي بوحدو هادي يعني غير تذكير اوكي تذكير. دونك اكس اس 3 في هاد الحاله هو اف دو اكس
يعني شنو كتكتب هذه على الشكل 1 على 3 في كوا في اكسبونسيال اكس اس 3 بريم. بيان، ومنه فان الداله الاصليه، اذا الداله الاصليه لاف هي غندير لها كروند اف دو اكس. بيان سور فاش كيكون عندنا مضرب كونستانت كنعتبروه بحال اللي ما كاينش، كنديروه بوحدو وكنضرب في بيان سور في الداله الاصليه ديال هذه بيان سور اللي هي الاكسبونسيال اكس اس 3. متفقين؟ بيان، ومنه فان بيان سور بغيت نزيد الكونستانت ولا ما بغيتش نزيدها ماشي مشكل. دونك في الحاله ديال التكامل بلا ما تزيدو الكونستانت ماشي مشكل. دونك التكامل ا بي في الحاله هو 0 2 ديال اف دو اكس ناقص اف دو اكس اس 2 ليكسبونسيال اكس اس 3 اوكي ديرو اكس بيان سور كيساوي مباشره كتعوض هنا الداله الاصليه. الداله الاصليه هي هذه 1 على 3 في ليكسبونسيال اكس اس 3 اوكي. دونك ما بين 0 و 2 يعني التكامل من 0 الى 2 صافي. دونك يعني تعوض ب 2 هي 1 على 3 في او 2 اس 3 يعني 8 اس 8 مباشره ناقص 1 على 3 وتعوض اكس بصفر يعني اس 0 يعني غتعطيني 1 على 3 في او اس 8 ناقص هنا اس 0 هو 1 1 دونك غتبقى لي ناقص 1 على 3. وفي الاخير غنحسبوا على ان واحد المقام مقام واحد هو 3 هي او اس 8 ناقص 1. بيان دونك هذا بيان سور هو التكامل. بيان دونك اللي بغيتكم تفهموا مزيان معايا غتعقلوا على الكتابه، يعني التكامل عنده علاقه مع الداله الاصليه. شنو كيدير لي التكامل؟ بيان سور غندير واحد الفقره على قبل المساحه اوكي، المساحه ديال بيان سور الحيز اللي كيكون محصور ما بين منحنى الداله محور الافاصيل والمستقيمين اكس كتساوي بي واكس كتساوي ا. بيان سور غادي تكون واحد الفقره، هذا الشيء عطيتو لكم مقدمه بسيطه باش تفهم يعني شنو الدور ديال الانتيغرال، يعني كيحسب لي جمع ديال شي حاجه اللي كتكون مستمره اولا متصله، مستمره ولا متصله اوكي. بيان سور راه نسمي بيان سور هذا كيتسمى يسمى تكامل من ا الى بي لي اف ديال اف، ويسمى ايضا مجموع ديال هذه شنو هي قلت لكم، هذه تو سامبلومون قلت لكم راه هي مساحه ديال واحد المستطيل صغير. ها هو هذا المستطيل يعني مجموع ديال هذه المستطيلات الصغار غنجمعهم غيعطيني سيرفاس تو سامبلومون من ا الى بي من ا الى بي. بيان